السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. راح نستكمل جلسة اليوم مع الجلسة الرابعة من جلسات الميل أو المتابعة والتقييم والمساءلة والتعلم. محتوى المحاضرة الرابعة راح نكفي بموضوع التقييم وأهم أنشطته، الفرق بين المتابعة والتقييم، أهمية المتابعة والتقييم. راح نتكلم بإذن الله عن المساءلة والتعلم. ومن المقدمة كانت تقريبا 3 جلسات. طيب نشوف الشات وبرجع بكرر اعتذاري عن الجلسة الماضية. بعت على الواتساب وبعتوا لكم على الايميل، فالمفترض باذن الله ما حدا يعني اتضايق. كان في اخبار قبل تقريبا اكثر من 10 ساعات. الجلسة الماضية تكلمنا عن المراقبة، حكينا عن المراقبة شو هي، فصلنا فيهم، حكينا على أنواع المراقبة، ليش نقوم بالمراقبة، تكلمنا يا جماعة شو أهم أنشطة المراقبة. هلأ شو يعني تعيين؟ عفوا تقييم شكل تقريباً شوي فعلاً. أنا يعني جاي من سفر، من طريق سفر، فشوي بدكم ما توخذونها. برفع اليد لو سمحتوا. نحن تكلمنا بالجلسات الماضية عن التقييم، نحن نرجع نذكر بالتعريف شو معناته تقييم، أو بالنسبة لكم شو. الله يسلمكم جميعا ويبارك فيكم. أستاذ محمد، تفضل أستاذ محمد. السلام عليكم، كيفك أستاذ علاء؟ الله يعطيك العافية. إياك الله، الله يكرمك. هلا التقييم هو مراجعة مرحلية لملائمة وكفاءة وفعالية وتأثير واستمرارية المشروع، أو مثلا بصيغة ثانية إنه نقيم الأهداف المرحلية نشوف مدى تطابقها مع الهدف النهائي المحطوط للمشروع. طبعا هي بتكون مرحلية، التقييم بيكون مرحلي على فترات متعددة، شهري، نصف مرحلي، بعد المشروع. ممتاز، حلو. أيضا مداخلة ثانية، أنسة فاطمة. السلام عليكم، يعطيك العافية. هلأ التقييم هو بيكون عملية جمع بيانات تحليلية معمقة وتفصيلية مشان نعرف تحققت الفعالية والأهداف للمشروع، وإذا ما تحققت شو هي الأسباب وشو هي نقاط الضعف والقوة وشو أثر المشروع على المستفيد. تمام، بس كأنك أنت خلطتي بين المراقبة والتقييم. تمام، هو مترابطين ببعض، بس ما دام عم نحكي جمع بيانات فنحن عم نحكي مراقبة. التقييم هو اعتمادا على شو؟ على المراقبة. حلو، خلونا طيب نشوف التعريف اللي نقول الأكاديمي. تقييم منهجي يلي بيعتمد على المستخدم من ناحية، أو بيركز على المستخدم للتصميم والتنفيذ النتائج الخاصة بمشروع قائم أو حتى مشروع مكتمل. ليش؟ لأنه ممكن أنا أعمل تقييم مثل الجلسة الماضية تكلمنا، وهلأ رح نتكلم أنه على مشروع مكتمل. مثلا ممكن أنا أكون شركة مثلا طرف ثاني، أو عم أعمل تقييم لجهة ثانية. فينا نقول هي المهام والأنشطة، التعريف كتير مهم، بينفذ هذا المشروع قبل وأثناء وبعد تنفيذ الدراسات، أو حتى التقييمات اللي بتحتوي على إجابات واضحة للمؤشرات اللي بتبدأ بنسبة معينة، اللي بتبدأ بنسبة معينة. هذا التعريف كتير مهم، يا ريت تسجلوا عندكم. حبوا تعطوا لقطة شاشة في المدرسة، ما موجود بالمادة العلمية اللي معتمدينها. تمام، أول ملخص. في بعض النقاط يعني انت الماده العلميه بتغطي لك مثلا بالامتحان بنسبه 80%، في 20% ما راح تجي الا من الاشخاص اللي بيكتبوا. حلو. طيب ايضا التعريف حكي لنا عنها، قال عمليه مرحليه بغرض من خلال عمليه انه بتتم وفق بروسيجرز معينه. تمام، في اجراءات بالمنظمه عم نقوم فيها.
مرحلية إنه بتكون حسب المرحلة، مثلا ممكن نصف سنوي، نصف المشروع، ربع المشروع، مع نهاية مدة، مثلا ممكن المشروع مع نهاية مدة حتى البرنامج. شو الهدف منه؟ التأكد من مطابقة مخرجات المشروع عما يكون مع شو الخطة، ومدى تحقق الأثر اللي نحن فينا نقول محددينه لحتى نقدر هالمشروع يلبي المتطلبات أو الاحتياجات اللي فينا نقول كان بسبب أو بنهدف لتحقيقه من خلال أدوات أو آليات نحن حاطينها سابقا، منهجيات حاطينها سابقا لحتى نقدر شو نطبق التقييم. خلينا نحط بالمختصر أن موضوع التقييم هو إجابة على إلى أي مدى أهداف المشروع تم تحقيقها طبقا للمستهدف منه تبعا لشو الخطة. إذا سألنا مقابلة عمل يا جماعة التقييم على شو بيجاوب، بنقول على لأي مدى أهداف المشروع تم تحقيقها طبقا للخطة أو تبعا للأهداف اللي نحن حطيناها مسبقا. طبعا نحن المعلومات اللي نحن أخذناها من مرحلة المراقبة، نحن مرحلة المراقبة عملية جمع بيانات، لما نحن درسنا هالبيانات وحللنا هالبيانات خليناها قابلة للفهم قابلة لدعم القرار، فنحن رح نعتمد عليها صانع القرار، حيعتمد عليها بشو صانع القرار اللي هو ممكن يكون البروجكت مانجر، ممكن حسب بقى المشروع، حسب ممكن مدير البرنامج، او حتى ممكن الاوفيسر الخاص حتى بالمراقبة التقييم، او ممكن مسؤول موارد بشري حسب عملية التقييم، بيعتمد عليها لحتى يبني شو التقييم ويعطي فينا نقول النصائح والإرشادات لحتى ممكن يحسن الشغل أو يصوب العمل أو حتى لحتى يستفيد مشروع قادمة، يستفيد من يمكن نقول دراسات أو المشاريع السابقة. شو هي أهم أنشطة التقييم؟ أنا سامحوني مشان الوقت ما بقدر أخذ الكل، يعني بأخذ ممكن مشاركتين ثلاثة بعدها بنأخذ. عبد الكريم، أستاذ عبد الكريم، شو رأيك؟ عبد الكريم ملحم، شو أهم أنشطة المشروع أو التقييم؟ خلينا الكل يشارك عن طريق الشات لو سمحتوا. هنا الجلسة الماضية على أنشطة يا جماعة المراقبة، طيب هلأ أنشطة التقييم شو ممكن تكون؟ خط الأساس أيضا أول مرحلة نهائية، هاي عم نحكي عن أنشطة، نحكي عن أنشطة، حددوا لي عمليات. أستاذ أحمد عم يقول استبيانة، خلينا نفتح المايك عند الكل، مين بيحب يشارك صوتيا؟ نحكي أنشطة. أستاذ غسان تفضل. أستاذ مكرم، أستاذ الله يعطيك العافية. أظن أهم أنشطة هي التحليل، عملية تحليل البيانات اللي كانت مجموعة وتقييمها بالنسبة للأهداف المرحلية من إيش مشان نطلع نحن بنتيجة ونصحح مسار المشروع. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب يبارك فيك. تحصيل السؤال بشكل آخر، يعني أنت كيوم يجي قال لك مسؤول موارد بشرية قال لك أنتوا جماعة المراقبة والتقييم، التقييم شو المهام اللي قاله؟ شو بتساوي أنت بالتقييم؟ شو بتقله؟ حكينا عن عملية حللنا البيان، مدين assessment تمام، قياس المقارنة، الملاحظة أنسب القيس، عم تقول ملاحظة المقابلة والاختبار. طيب استبيانات الرضا، نيد assessment، متابعة الأثر، هل تحقق الأهداف المرجوة في المرحلة؟ بدي إشي عملي إيه، أنا بدي سأقلح. أنا اليوم أنت صرت مسؤول مراقب تقييم، مهامك من ناحية
أنشطة التقييم، حكينا المرة الماضية عن أنشطة المراقبة. بعد أنشطة المراقبة يكون في أنشطة شو؟ تقييم. شو هي أنشطة التقييم؟ والله مثلا نحن بنجهز مثلا لتنفيذ تقييمات مثلا من قبل طرف خارج، مثلا نجهز شروط مرجعية خاصة في شيء يسموه شروط المرجعية لحتى نقوم بعملية التقييم، مشان يكون في منهجية للتقييم، ما يكون أمور عبثية. فينا نقول فرضا نعلن عن احتياج يا جماعة ديروا بالكم على الكاميرا، أحيانا في أشخاص تفتح الكاميرا بدون ما تحس، فالله يكون ديروا بالكم. مثلا الإعلان عن احتياج يا جماعة استشاري مثلا نقول أونلاين بموضوع عن هاي الشروط المرجعية للتقييم ما بعرفه اشتغلوا، فأنا بطلب مثلا بعمل تندر أو بطلب مثلا استشاري يقدم لي مثلا أو شركة استشارات بتقدم لي أو بتحط لي الشروط المرجعية للتقييم. طيب ممكن نعمل لجنة للتقييم حتى نحن نقدم نقوم مثلا ب بالتحليل، نقوم بالتقييم، نقوم حتى ب مثلا مطابقة مع معايير مثلا جودة. طيب أيضا في ممكن نحن موضوع المشاركة مثلا مع الطرف الثالث أو مع حتى هي الشركة الاستشارية يكون في تبادل لحسك الكاميرا عند الآخر. طيب أيضا هي أهم الأنشطة، تجهيز وتنفيذ التقييمات من قبل الطرف الخارجي مثلا، هي عم نحكي أمسي تجهيز الشروط المرجعية، إذا إحنا احتاجنا استشارة أونلاين أو لشركة استشارات نشكل لجنة بعدها لحتى ندرس مثلا مقترحات، المشاركة في اختيار الاستشاري أو شركة الاستشارية طبعا بيكون لازم يكون حسب مثلا تندر، التعاقد بعدها مع الشركة الاستشارية، مراجعة اعتماد مثلا تقدير التحضير للتقييم. هون ممكن إذا كان نحن لا نقوم فيها فنحن بيجي دورنا هون بتجهيز أدوات جمع البيانات بمرحلة المراقبة، فنحن بنقوم بعملية تحليل الاستبيانات مثل ما فضلتوا، بتكون كل المؤشرات تبدأ نسبة مئوية لازم يتم تضمينها بإيش بالتقييم، لازم ننسق إذا في استشاريين بالميدان ننسق مثلا بعملية جمع البيانات نتأكد من جودة البيانات، هل يا ترى تم جمع البيانات مثلا بطريقة صحيحة، في معايير لازم تكون لمعايير جمع البيانات نتأكد منها، ممكن ناخذ نحن كمان عينة عشوائية من البيانات ونتأكد من صحة هالبيانات. في عندك برامج للديتا كواليتي يعني لجودة البيانات، مراجعة مسودة التقرير، وآخر شيء أكيد نكتب النسخة النهائية لحتى طلع النسخة النهائية لتقرير التقرير. متابعة الأسعار تمام، في شيء مسكونا، تقييم الاحتياجات، في مصطلحين تقييم والتقويم، هم عم نحكي على التقييم، خطة والأدوات، تقييم نصفي، إبلاغ إدارة عن نتائج تقييم حكيناها، أصحاب مصلحة. عليكم السلام أنسل ياسمين أستاذ بصر. أي واحد هي أهم الأنشطة طبعاً، إذا أنت عم تقوم فيها بشكل داخلي مرحلة الاستشارة كلها أو مرحلة الطرف الثالث كلها معك. العفو. شو أهم هلأ هون بقى اللي كنتوا عم تقولوا تقييم قبلي من الاسسمنت إلى آخره، هون بقى بيجي على الأنواع. أنا ما سألت عن أنواع قبل شوي، حكيت على أنشطة تمام، يعني بالناحية الأنشطة أنه مين اللي بده يحط مثلا شروط المرجعية لعملية التقييم، يا نحن يا شركة مرجعية يعني شركة استشارية أو استشارة، فهم هاي المواضيع عند مين؟ عند حضرتك كمسؤول مراقب. طيب حطونا ياهم هيك
خلينا نحكيهم مع بعض بتشات، وراح اعطي ثلاث مداخلات هن تقريبا سبع انواع، في انواع ثانيه بس رح نلخصهم بسبع انواع. هون بالنسبه للسبع انواع يا جماعه بدي اياكم تعرفوهم بالانجليزي وبالعربي لو سمحتوا. استاذ عبد الحميد عم يقول من بدايه من تقييم الاحتياج. حلو، في حدا رفع ايده ونزلها؟ تفضلي ست فاطمه تفضلي. أنواع التقييم، أول شيء بيجي التقييم القبلي اللي هو تقييم الاحتياج، أي قبل ما تبدأ أنشطة المشروع. تقييم الاحتياج شو هو؟ هو تقييم احتياج للمنطقة، شو بتحتاج من أنشطة أو مساعدات ممكن نحن نأمن لياها. طيب بعده في التقييم المرحلي يعني أثناء التنفيذ أو نقول ربع المشروع، وفي التقييم النهائي بيكون عن تسليم آخر مخرج بفترة بسيطة يعني لما بينتهي المشروع. حلو كتير. أيضا في عندي قبل التقييم المرحلي في عندي نوعين من التقييم. مين عنده فكرة؟ في مين عنده أستاذ طالب؟ تفضل. أستاذ طالب تفضل. السلام عليكم، الله يعطيك العافية أستاذ علاء. الله يعافيك يا رب، يسعد مساك. هلا، بداية عندنا أول شيء بداية تقييم الاحتياج أو نيد أسسمنت. بعده بيجي عندنا البيز لاين، التقييم القبلي. في تقييمات خلال المشروع. بيز لاين احكي لي عنه البيز لاين. نعم. احكي لي عن البيز لاين، شو الفرق بين تقييم الاحتياجات والبيز لاين؟ تقييم الاحتياج نحن بنقوم فيه حتى نعرف المنطقة شو بتحتاج، شو وضع المنطقة، شو أهم المشاريع اللي بيحتاجوها. على أساس تقييم الاحتياج فبتنتج عنا فكرة المشروع. أما التقييم القبلي أو البيز لاين نحن بنعمله حتى نعرف وضع المنطقة قبل تنفيذ المشروع، حتى نقارنه بالإند لاين، فهو بيبين الفرق قبل تنفيذنا لها الخدمة مع الإند لاين، حتى نظهر إنه شو النتائج أو شو الآثار نحن صارت عندنا نتيجة تنفيذ المشروع. أيوة، تقييم الاحتياج مثل ما قال الأستاذ عبد الحميد، مثل ما فضلت حضرتك، اللي هو العام نعم العام. أما من البيز لاين بيكون لمين؟ للمنطقة المستهدفة، للمنطقة المستهدفة حتى نحن نقارن فيها. أيضا تمام، تابع أستاذ. حلو. أيضا التقييمات البيز لاين، اللهم صل على سيدنا محمد، بيز لاين سيرفاي اللي هو مسح اولي او بيقولوا المسح القاعدي. بعده التقييمات اللي بتجي خلال تنفيذ المشروع، ممكن يكون تقييم ربع سنه وتقييم نصف سنه وحسب فتره المشروع. طبعا اذا كان المشروع قصير فما ما بيكون في تقييمات خلال فتره المشروع، ممكن المشروع يكون فترته شهر. اما المشاريع الطويله الامد في تقييم عندنا ربع سنه وتقييم نصف سنه وتقييم نهائي للمشروع. حلو. في عندك تقييمات بيسموها البي دي ام، مين سمع عن فيها؟ بوست ديسكريبشن مونيتورينج. جاوب استاذ ولا اعطي فرصه؟ ان شاء الله. البي دي ام هو البوست ديستريبيوشن مونيتورينج، مراقبه بعد التوزيع او تقييم بعد التوزيع. نحن مثلا نحن قدمنا خدمه على سبيل المثال توزيع سلال اغاثي، فنحن بنقيم هالخدمه اللي قدمناها حتى نعرف راي الناس. على سبيل المثال انه مثلا ممكن نسال شو اكثر ماده مثلا لقيتوها مفيده، او مثلا ماده مفقوده بهالسله، فنحن بنقيم الخدمه عن طريق البي دي ام. ايوه حلو كثير. مثل اليوم انت اعطيت تدريب، خلص التدريب، فنحن اعطينا استبيان مثلا رضا عن التدريب، كيف نطور التدريب، شو رأيكم بالمدرب، شو رأيكم بالقاعة، شو رأيكم بالخدمات إلى آخره. أعطوني أمثلة على هيدا البي دي ام أيضا. بوست ديستريبيوشن موديل، مظبوط، بي دي ام. أعطوني أمثلة متابعة ما بعد التوزيع،
اللي هو بعد النشاط المباشر، كل نشاط نعمل له تقييم بحد ذاته عن طريق الكوب على عيني، بس انتم اعطوني رضا مستفيدين عن المشروع هذا اذا كان بشكل عام. اعطوني امثله توزيع سلة غذائية ايضا. يوم الشباب نعسانين تعبانين، توزيع مبالغ كاش، توزيع حقائب، وتابعت مثلا مشروع العمل مقابل النقد. اليوم انت لنقول عم تنقلهم بسيارات او بباصات او ما الى اخره، فانت بتاخذ عن هالخدمه بشكل مثلا دوري، ما راح اقول يومي، ممكن اسبوعي مثلا. اسف فاطمه تفضل. مشروع زراعه وخدمه متابعه تدريب مجتمعي، تقييم مثلا مستوى الماء والتعقيم في مشروع روش، صح؟ تقييم مثلا خدمات طبيه، هذا المستفيد اذا عندك مثلا تعال شو رايك اليوم مثلا بتركيا، انت اي مشفى بتروح بتراجعها بيبعثوا لك التقييم شو رايك بالرضا المستفيد، رضا العام. هون بقى في ناس، طيب شو رايكم بموضوع هل يا ترى هي التقييمات عادله؟ مين بحب يشاركنا؟ انتم برايكم، خلينا نفتح هيك ثلاث دقائق، انتم برايكم هي الطريقه هي عادله؟ يعني يعني هلا المستفيد مثلا ممكن تكون من، فينا نقول من اصحاب سمون الشخصيات الصعبه، يعني اللي هو بيعتقد حاله على حق، او بيكون بده ياخذ حق غيره، او بده فينا نقول يتذاكر او الى اخره. بالمقابل هو ممكن يسبب لك مثلا مشكله بالمتابعه مثلا ما بعد التوزيع وما بعد النشاط. استاذ عبد الهادي بدي اسمع رايك، تفضل. بعد الاستاذ حسن بعد الانصاف. تفضل يا استاذ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياك الله استاذ. حياك الله. هلا بالنسبه لموضوع البي دي ام، حابب هيك نوه لشغله ثانيه. في عندنا شيء كمان ما يسمى بالبي اي ام، هو البوست امبلوتيشن مونترينج، هاي ايضا مسمى ثاني. انت اذا في عندك مثلا تنفيذ وليس التوزيع، مثلا مثل مشاريع خلينا نقول الشلتر، هي بتكون تنفيذ، نحن نفذنا شيء فنحن بنقول له بوست امبلوتيشن مونترينج، تمام؟ بس ولكن احنا نحن تجاوزا تسمية اخرى. نعم نعم اكيد، عشان ما نذكرها مرتين. كنت عم احكي انه هالمتابعه هاي كيف بنخليها نتاكد اني فيها مصداقيه؟ انت هالداتا اللي جمعتها من اجتها من المستفيد او من الواقع، هي قلت لك انه ممكن المستفيد يكون ما بسبب الموظف اللي عندك او بسبب المشروع، هو بالاصل ممكن من شخصيته صعبه. بالضبط بالضبط استاذ. هلا احنا بالنسبه لهالناحيه هاي في عندنا شيء اسمه العينه، فاكيد نحن ما بناخذ بشكل عشوائي او كذا، في عندنا عينه محدده، في عندنا طريقه معينه لحسابها كمان بالتاكيد. هذا الشيء بينطبق لنوع المشروع وعدد المستفيدين، فبنحسب عدد العينه مثلا، ولنفترض على سبيل المثال 20% مثلا من المستفيدين. فهالعينه هاي ممكن مثل ما قلت انت يكون فيها من هالنوعيه هاي من الاشخاص، وفي اكيد النوعيه الثانيه يعني. فنحن راح ناخذ نسبه كبيره من هالموضوع هذا ونقارن بين الاجابات. حلو الله يسعدك يا شيخ، الله يسلمك يا رب واياك. استاذ حسن تفضل. استاذ حسن تفضل. ما طريقكم استاذ حسن؟ لا استاذ حسن، استاذ طالب. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. هلا استاذ حسن تفضل. هلا بالنسبه للتقييمات او نسميه تقييم ما بعد التوزيع او تقييم اثر والنتائج، التوزيع او النشاط نفس الامر او الانشطه اللي قمنا فيها، فممكن نحن ناخذ نسب ما ناخذ عده
عينات لحتى نضمن جودة البيانات ونضمن المصداقية وما يكون تقييمنا عادل وغير ومنصف، لأنه ممكن في ناس ما تنحاز، في ممكن ناس تقول لك أنا بالأساس ما بدي مثلا ما عجبتني هاي النهاية، فنحن بدنا ناخذ عينات عشوائية متساوية من كل الأصناف لنعرف الرضا لكل صنف. مثلا وزعنا قسائم وليكون غذائية وكاش، فسألنا رضا المستفيدين شو هي المواد اللي أنتوا لقيتوها فادتكم أكثر، الكاش أم الغذائي؟ فهو معظم الناس تقول لك، ناس تقول لك أنا لا الكاش، ناس تقول لك أنا الغذائي، فنحن لازم نأخذ نسب متفاوتة لنعرف رأي الأشخاص حول هذه الأنشطة اللي قمنا فيها. حلو الله يعطيك. أنا كان بدي أسمع بس موضوع التثليث اللي حكينا عنه تبع البيانات، تمام؟ هون بيجيك بالتأكد من أي تقييم لما بتلاحظ إنه في عندك مثل ما حكينا بيانات مشكوك فيها، فأنت بتلجأ بالتأكيد مثل ما تفضلتوا موضوع التأكد من جودة البيانات، أهم أمر هو موضوع تسليس البيانات. طيب مين بيكمل؟ نحكينا عن موضوع البوست ديستريبيوشن مونترينج والبي دي ام او الاي دي ام اللي هو عند التنفيذ توزيع او تنفيذ نفس الامر كنشاط. بعده بنجي على مرحله شو اسمها كمان تكلمتوا عنه اللي هو ميد تيرم ريفيو اللي هو مرحله نصفيه. لا انا اللي موقف الصوره اللي هي مرحلة نصفية للمشروع. بعده بنجي على الفاينال ريفيو أو فاينال إيفالويشن اللي هو مرحلة نهائية للمشروع. طيب بعد المرحلة النهائية للمشروع شو بيجي؟ كنا في بيز لاين اللي هو للأشخاص اللي نحن عم نستهدفهم بالتحديد. يوم تقييم احتياجات ممكن إنه أنا أعمل مشروع ل 3000 مستفيد، تمام؟ بس انا المستفيدين اخذت ما بقدر مثلا مشروع حطه بالكامل ل 3000، فاخذت فقط المطابقين مثلا للمعايير، فهذا البيز لاين سيرفر. شو بيجي بعده؟ الاند لاين اللي هو الاند لاين. شو معناته؟ ما الاند لاين؟ لا ما تقييم الاسم. الاند لاين لا ما تقييم الاسم، التقييم النهائي. التقييم النهائي لمين؟ للمشروع. ايوه حشبه لكم اياها. يوم انت عندك لنقول متدرب بيجي على على مثلا دوره، لنقول عندك دوره تدريبيه بتعمل تقييم احتياجات تدريبيه، تمام؟ هلا اللي بيجي لعندك على التدريب بتعمل له بيز لاين سيرفاي، ما اللي هو نحن بنسمى المسح القبلي، اختبار القبلي، شو عنده معلومات. وبنيجي بعد ما يخلص الدوره شو بنساوي؟ بنعمل له اند لاين سيرفاي، يعني ال فينا نقول اللي هو التقييم البعدي، تقييم قبلي تقييم بعدي، نشبهها مشان نبسط. في عندك تقييم احتياجات مثلا تدريبيه، تمام؟ هي عامه. اللي بيجي لعندك على الدورة في عندك تقييم قبلي تشوف شو عنده معلومات، وتشوف بعدها لإند لاين سيرفاي اللي هو شو وصل بهالدورة، شو وصل بهالمشروع، وين نحن وصلنا، تمام؟ بعدها نحن مثلا بست شهور بسنة نعمل شيء سنتين ممكن أتلت أربع سنين والله نحن متصل ونشوف بدورة المراقبة تقييم اللي حضرها شو استفاد. هاي اللي اسمها تقييم الأثر، هذا اللي اسمه تقييم شو الأثر. أما الـ end line survival هو مباشر، تمام؟ رح نعرضه أمامكم هاي بالعربي بالإنجليزي. هون مثل ما حكينا أنه ممكن أو متابعة ما بعد التنفيذ أو متابعة ما بعد التوزيع حسب طبيعة المشروع. ايوه الامباكت ايفالويشن اللي هو تقييم الاثر لنا ست شهور سنه سنتين حسب طبيعه المشروع.
مين؟ طيب استاذ حسن تفضل، عندك مداخلة؟ نانس فاطمة أو استاذ حسن تفضل. استاذ حسن تفضل، استاذ حسن تفضل. المايك مفتوح عند حضرتك لازم، هاي مرة ثانية. أم التقييمات اللي بنقوم فيها أو مثل ما حكينا أنه تقييمات الاحتياج اللي هي بتكون طبعاً بقبل أي مشروع، يعني بدنا نقوم فيه لنعرف احتياجات المنطقة، ممكن نحن نجي ننفذ نشاط وتكون في منظمة تانية أو مؤسسة تانية أو أي جهة تانية عم تنفذه، فنحن بكون تضاربت الأنشطة اللي عم ننفذها مع منظمة تانية، فنحن تمام لازم نعمل مسح أولي لا حتى نعرف المسح العام. مسح عام يعني نعرف يعني المسح الأولي هو خاص على البروجكت اللي عم يشتغلوه أنا، على المستفيدين اللي أنا عم استهدفه. تماماً على الشيء اللي إحنا بدنا نستهدف. هذول المستهدفين نفسهم أو البنفيشريز نفسهم بننتقل معهم آخر الشيء بنهاية المشروع على الإند لاين سيرفر. بعدين متابعة ونسميها ما بعد التوزيع. أيوة. ما بعد التوزيع اللي هي BDM. ما بس BDM عدة، ممكن يكون عدة أنشطة. فنحن نكون. تمام. فنحن ما بعد التوزيع. مشروع بشكل عام. مو تقييم نهائي لكن متابعة ما بعد التوزيع. بعد ما نوزع الشيء بدنا نتابع معهم النتائج. بدي أسأل حضرتك، تقييم الأثر هو فقط للمستفيدين ولا ممكن يكون لأعم؟ لا، تقييم الأثر ممكن يكون لأعم، مو لشيء محدد، ممكن احنا كل شيء أنشطة عملناها نعمل لها تقييم أثر عليه. الله يبارك، الله يبارك. شكرا لمداخلتك استاذ حسن. تمام. ممكن تسجلوا الأنواع لو سمحتم؟ ممكن تسجلوا الأنواع لو تكرمتم؟ سجلنا معدي. ليش منقيم المشاريع؟ ليش منقيم المشاريع؟ في مشاركات جديدة لو سمحتوا. أنسة إسراء تفضل. طبعا أستاذ، عشان نعرف مدى نجاح المشروع وكيفية تأثيره بعد الانتهاء منه. أي أحد الأهداف، أحد الأسباب أيضا. رح أفتح المايك عند الكل وبرجع بشكله بعد المناقشة. دروس المستفادة، قصص النجاح، الاطلاع على عجبتني مدى تحقق الأهداف المرجوة أيضاً. لما عرفت نسبة نجاح مشروع فشل، تكرار النشاط، اكتشاف الأخطاء، حلو. أغلبهم عمي، أيوة هاي أستاذ محمد جواب علي، لما عرفت الانحرافات عن مسار المشروع لحتى قيم الأنشطة اللي عم أقوم فيها ما ضروري يخلص المشروع. أنا التقييم اللي هو حكينا عنه هون يكاد يكون BDM أو IDM يكاد يكون من أهم الأنواع، لأنه هون إذا نحن عندي ممكن هذا يكون فمثلاً لنقول 10-20 حسب كم نشاط عندي، كل نشاط لازم يكون عنده شو BDM أو IDM. هي المتابعة هي اللي لح تحدث الفرق، لأنه هي لح ترفع جودة التنفيذ. تمام؟ يعني نحن إذا بنحكي اللي بيرفع أثناء المشروع نفسه، اللي بيرفع جودة التنفيذ هو BDM أو IDM. تمام؟ هاي نقطة كثير مهمة. في 25 مداخلة، قصص النجاح، نعرف نصرف كما يجب أولاد المسار، أستاذ عبد العزيز عن قصص الفشل. حلو، لانه في ناس كثير بتركز على هلا هي من القصص اللي مهمه على فكره، اللي هي انه دائما بيحطوا لك قصص النجاح بس قصص الفشل ما حدا بيحكي لك عنها، صح؟ هي قصص الفشل
بتعلم اكثر من موضوع قصص النجاح. استكشاف قصص الفشل واسباب الفشل كثير كثير مهمه لحتى انك ترفع جوده المشاعر. تحسين الاداء ومعرفه الثغرات هي دروس مستفاده. تمام. رشاد استاذ رشاد الحمو عم يقول الوقوف على خطوات المشروع هل يجب يضمن ما هو مخطط وتصحيح مسار المشروع. ممتاز. انا عم احاول اخذ اللي IDM اللي هي متابعة ما بعد التنفيذ. IDM بدال BDM IDM متابعة ما بعد شو التنفيذ. فيني هون حطيتكم يا حطوا انتو IDM شخطة انا هون حطيت بس التوزيع. ممكن كموارد بشرية حتى اللي هو A post I M B post I M post من B on تنفيذ on المدرسة. بعد ما بعد التنفيذ. لا ما I B I M ال B قبل ال R. أستاذ عبد الهادي حاطط B I M. تمام. أوكي يا جماعة رحنا على فكرة جديدة. ليش نقيم مشاريع؟ مين ممكن يقرانا هالسلايد؟ أستاذ محمد تفضل. تفضل استاذ اصبر تحت المايك عن طرفك فينك تفتح المايك انا فاضح المايك عندك بي دي ان المتعارف المشروعات توجد العديد من المبررات والضرورات والمكاسب وراء عملية تقييم المشروعات والتي تقف وراء إجراء عملية التقييم وتتمثل أساساً في غرضين رئيسيين يرمز لهما العصا والشعلة stick and torch بمعنى أن الغرض من التقييم يمكن أن يكون مقياسا حول تحسين المشروع والشعلة في غرض تبرير المشروع. الله يعطيك العافية. IM ولا IBM نفس الأمر بس هي الأصح أن تحط البوست أول شيء فهي متعلقة بالترجمة. هون عم نحكي عن موضوع يا جماعة اللي هو الأغراض الأساسية لموضوع تقييم مشروعات اللي هي موضوع العصا والشعلة إنه الغرض من التقييم ممكن يكون هو مقياس لرفع جودة أو تحسين المشروع والشعلة هي مبرر هالمشروع فينا نقول يعني من أهم الأسباب اللي ممكن تساعد بالتقييم انه موضوع وفره البيانات. لما تكون انت عندك بيانات هالبيانات عم تحللها فرح يؤدي لتحسين المشروع حتى انت الاهداف اللي انت مثلا حاطه فينا نقول عم تتجه لحتى توصل المعلومات اللي متوفره عم تقاطعها مثلا فاي تحسين مستمر اللي هي يسموها أحد حلقات في شيء اسمه حلقة التحسين المستمر لإدوارد ديمينج اسمه حلقة التحسين المستمر حتى بحياتنا يعني بحياتنا نحن بحاجة لتقييم مستمر لعاداتنا لسلوكنا لحتى نقدر نحسن من هالأمور يعني الموضوع ما بس على المشاعر. هلا نحن اذا حطينا مثلا سكوب عم تطلع اذا نحن عم نشوف عم تطلع نتائج مثلا غير متوقعه ف وعدنا مثلا ممكن نقول التقييم اكثر مره مع انه التنفيذ صحيح بس عم تطلع النتائج مثلا غير متوقعه شو برايكم ممكن نحن
اي ار اسمها صح باشنطة. شو رايكم احد الاسباب انه نحن لما نقوم بتقييم وعلما ان التنفيذ صحيح وما عم بس الاثر عم يطلع مثلا الاثر غير الاثر في انحرافات بالنسبه مثلا للاثر شو بتكون المشكله؟ يمكن تكون من الموظفين التقييم هني يعني ما بيضربوا بمنظمتهم أو ما بيعطوا الشيء الحقيقي. أنا هاي لمست شيء يعني واقعي يعني مثلا يعني من بالتقييمات يعني منحط شيء مثلا زيادة. طيب شو رأيك نحن إذا رجعنا بالأصل على مبررات المشروع؟ ما ممكن تكون مبررات المشروع بالأصل هي مبررات كان نقول بالإطار المنطقي أو حتى بتقييم الاحتياجات بالأصل المبررات تكون خاطئة مبررات بس ممكن تكون غير منطقية. أيوة ممكن تكون مشكلة مثل ما قال الأستاذ غسان بتغيرات بالواقع يعني ممكن يكون في تغيرات على الواقع جاءناها كفينا الأمر فأنت حطيت أهداف غير الأهداف اللي هني أنت عم تنفذ الأمور تمام وعال عال بس أنت كأثر ما لح يكون مثلا في أثر يوم في مشاريع على الأرض عم تتنفذ وتطلع تقييماتها حلوة وهي فعلا على الورق عم تتنفذ بشكل صحيح بس مبررات المشروع بالأصل غير صحيحة. مبررات الأصل بالمشروع ما بتعالج هالطريقة مثلا الاستهداف ما بيتعالج بهالأمر. أكبر وأحد أهم المشاكل اللي نحن عم نشوفها هي موضوع يعني مثل المشاريع اللي بتركز مثلا على دعم الاقتصادي بتلاقي بالمبررات في شيء غير صحيح يعني أنت هذا الشخص عم تستهدفه بطريقة غير مستدامة ما عم نلاقي حلول مستدامة ليك عم يطلع الأثر عم نرجع نخترع العجلة عشرات المرات. هلا ممكن يكون كمان السبب مثل ما حكينا سابقا هو موضوع التواصل. التقييم بيساعدك على التواصل مع أصحاب المصلحة لحتى أنت تحسن فرصك انك تحصل على مثلا مشاريع جديده حتى ممكن يكون في عوائد على الاستثمار بهالمشاريع او بالكلاسترات ممكن التوسع او بناء شراكات اذا ما عندك تقييم كل هالامر ما بيكون. استاذ عبد الهادي عم يقول عدم الدقه وعدم المؤشرات صح. انا استاذ عبد الهادي عم احكي لسه قبل عم حكيت بالمبررات المشروع الاساسيه يعني اليوم اصل المشروع هل يا ترى هو بيلبي احتياجات هالمنطقه اللي انا عم استهدفها مثل مواضيع مثلا مشاريع متعلقه حكيتهم بصراحه مواضيع تمكين المراه تمام تمكين المراه يا أخي إذا أنت بدك تعطي تمكين للمرأة إذا كانت مرأة عايشة فينا نقول تحت خط الفقر ما عندها معين وما عندها فينا نقول مورد رزق قد ما أنت عطيتها مواضيع تمكين المرأة شو خليني اسمع منك أي مثل مشاريع الحماية بأماكن الكوارث مثل مشروع مثلا نقول مثل ما الان حكيت الان مشروع عن اطعام يوم اذا يعني انا صدقا شفت مشروع على خير ان شاء الله مشروع لرعايه الحيوانات والناس يعني عم تموت اين الاولى انك تكون المشروع اللي لك هو مشروع انقاذ والمشروع مثلا رعاية هلا بتقلي استهداف عم أحكي التقييم بيطلع صح وفينا نقول المشروع
اللي انت حاطه تمام، بس مبررات المشروع لما تيجي على الاسر بتلاقي انفصام عن الواقع، مثل مواضيع يا جماعه في برامج اقتصاديه كثير عم تتنفس، بس الاثر اللي لها دعم اقتصادي او تعافي اقتصادي شو الاثر؟ عم نحكي على الاثر، الاثر ما بيجي الا اذا كانت مبررات بالاصل صح، ما ضروري يكون نتائج النتائج التقييم اللي هو تقييم البعدي للمشروع الاثار المباشره اثار حلوه ممكن تكون، بس بعدها اللي هو بالاند لاين سرفاي طلعت معك النتائج حلوه انه والله الله يعطيكم العافيه وكثير انبسطنا، بس بعد الشباب العوض بسلامته. مثل المشاريع حتى تعليم اللغه، مشاريع تعليم اللغه صار في يمكن من 10 سنين لهلا الله اعلم يمكن اكثر من والله يمكن اكثر من اول في المشاريع لهلا الناس ما تعلمت لغه. ليه يا اخي؟ مبررات المشروع بالاصل انت عم تعالجها بطريقه خاطئه. ما عم لو نحن جينا على التنفيذ اخي في كورس عم يترتب عم تجي هلا تدخلي انه بالاصل في ممكن يكون اساتذه غير مؤهلين اصلا لتعليم، لانه تعليم اللغات ما ممكن تكون اي من اللي شفته يعني اللي عانيت منه، ممكن يجيبوا لك انصت معلم صف ويقول لك تفضلي يلا اعطيهم كورس لغه تركيه. ما بتعرف مثل استاذ لغه عربيه يعطي كورس لغه عربيه غير ناطقين فيها ما بيقدر يعطيها، لانه الموضوع يعني هو اختصاص بحد ذاته، ولا لو ما كان اختصاص بحد ذاته ما كان صار. لا بيحضر الاستاذ كورسات، بس للاسف شو اللي بيصير؟ في ناس لاني ما عنده خبره تتعلم بالعربي، تمام تتعلم بالعربي يلا نجرب اذا ضبطت ضبطت، ما ضبطت المره الجايه ان شاء الله بتزبط، اذا ما ضبطت المره الجايه بتزبط مثلا المره اللي بعدها. فلهيك مبررات المشروع بالاصل وضع الاحتياجات تبعا للواقع، ما تكون فقط فينا نقول جمع بيانات متحيز لحتى انا امشي المشروع حسب متطلباته، لانه هذا المشروع اليوم الداعمين عم يدعموه. ريم ولا يهمك ما في مشكله، مثل مشروع توزيع الباص الشتوي بالصيف هذا شغل جديد، توزيع الباص شتوي بالصيف مع الاسف. ايوه المشاريع كلها مهمه بس في اولويه. اليوم ارجع بقول لك على مشاريع انا ما عم يعني بس عم نحكي كاولويه، مستحيل حدا مستضعف وتحت هامش حد الفقر تيجي تقول له اعطيكم مثال اليوم يا جماعه الاولاد او الاشخاص اللي بلموا نايلون بلموا بلاستيك اللهم صل على النبي ورق من الشوارع، وهن عدنا على فكره مالي يعني انا امبارح كنت بولايه شفت ثلاث اولاد سوريين يعني صدقوني والله يمكن بعز دين الشمس درجه الحراره فينا نقول فوق الأربعين تمام، وهن نايمين على الزفت يعني طلع على قم يعني ما البؤس فينا نقول بس فينا نقول اعلى من البؤس. العبره اليوم نجي نحن بنقول هذول بدنا نلزمهم يروحوا على المدارس، اصلا ما بصير الاطفال يكونوا متسربين، اعمال الاطفال ممنوعه اي تمام، طيب يلا تفضل اعطيهم اكفال شو اسمه هالعائله. لا نحن المشروع اللي حطيناه انه هن يروحوا على المدرسه، طيب امهم وين بدها تلبي مثلا احتياجاتهم؟ ما هو بالبدايه المشروع بده يكون اما حتى يحقق اثر بده يكون مشروع تكاملي، انت خذ جزء اعطيه لهذا جزء
للجهة الثانية جزء. طبعا هذا جزء منهم بتحملوا الكلاسترات، خاصة الكلاسترات الأوتشا اللي هي بتعطي مشاريع تبعا لأجندات وتبعا لسياسات خاصة فيها، ما بتعطي المشاريع لغرض تحقيق الأثر ولا بتعطي المشاريع لحتى يكون في تنمية. المشاريع بتجي بناء على فينا نقول دراسات وفي توجه بالسياسة. أما حتى أنا بدعي إنه في منظمات بتشتغل حتى لمفاقمة الحالة ما لحلها مع الأسف الشديد. نكفي. ليش منقيم المشروعات؟ بالمختصر قياس غرض المساءلة لحتى نقوم بعملية المساءلة لحتى نضمن إنه يكون في مساءلة. إذا ما قمت أنا بعملية التقييم ما لح أقدر أنا سائل أستاذ محمد، ما لح أقدر سائل علاء إذا أنا ما قمت بعملية التقييم. تحسين المشروع مثل ما أنتم فضلتوا حضرتكم من خلال الفيدباك إنه أنا أربط النتائج المشروع بالأهداف، رقابة الكنترول أن تكون نوع ربط النفقات بالنتائج، أنه أي إجراء نوع من التقييم يكون على مستوى فعالية التكاليف، البحث اللي هو ريسيرش يكون بين تحليل العلاقة بين التعلم والتدريب وتحويل هالتدريب فعلا لواقع. نحن بنشوف هون بيلعب دور كبير بالأثر انه انت عم هالتعلم او التدريب انت حولته فعلا لعمل. التاثير على المشروع هو بالمناسبه في ظاهره، مثلا اذا نحكي انا مع ما يعني فينا نقول نحن عم نحكي لتحقيق الفائده، اذا نحن جينا من 10 سنين لهلا كم مركز بيشتغل بالبي اس اس او بالحمايه؟ كم مركز؟ مئات المنظمات بشتغل. ما رح أقول عشرات، مئات المنظمات. طيب تعالوا نشوف هلأ على الأثر بعد 10 سنين شو نسبة الطلاق بالمجتمع السوري، تمام؟ المجتمع السوري اللاجئ سواء التركية أو حتى عند النساء أو حتى بالشمال أو حتى بالجنوب التركي، شو نسبة الطلاق؟ وين مساهمتهم وأثرهم بهالموضوع اللي هم بيستهدفوا؟ طيب شو نسبة الأثر بحل المشاكل النفسية وارتفاع ظاهرة موضوع الانتحار؟ مع كل المشاريع اللي تمت، لو كان في أثر ونحن مشتغلين على الأثر ما كنا وصلنا لهالنتائج، ما كانت حتوصل نسب الطلاق فوق اللي عم تراجع بعض دوائر الدول المستضيفة فوق 50-60%، وصلت 80%. الحالات اللي عم تراجع بتفوق كتير المجتمعات المضيفة. هلأ بتقول لي آثار نفسية وآثار اجتماعية وآثار اقتصادية، ايه تمام، بس الآثار على الأرض. طيب اليوم مثل موضوع مثلا اليوم خلينا نحسب الأثر لتعليم اللغة التركية مثلا للسوريين، كم مشروع طبق؟ وين الآثار؟ الأثر اللي له مفترض انه انت بعد مشروع نقول 5-6 سنين لا نحن نحط الحق على مين؟ نحط الحق على ان السوريين هن ما بدهم يتعلموا. هو بالأصل انت لو هيئت لهم فينا نقول المبررات المشروع الأساسية، أنشطة المشروع اللي هي محترمة، حطيت أنت هلأ بنجي بحجة أنه هيك الدعم، تمام. فينا نقول من أغراض عملية التقييم التأثير على المشروع اللي هي بتأثر نتائج التقييم في المشروع الزاوي. أيضا من أهم أغراض عملية التقييم هي موضوع صنع البيانات والتوجهات، يعني الاستفادة من معالجة البيانات اللي بيتم تقييمها بالسياسات التنظيمية للمشروع حتى نحن نحسن جودة المشروع، حتى نحسن الإجراءات. صار معي مشكلة مثلا بموضوع بأحد المواضيع، فأنا بطلع مثلا فرضا أنت بإجاك مستفيد وقال لك أنت بمشروع بنقول دعم سبل عيش، وإجاك المستفيد بهذا المشروع لقفيك من ناحية أنه أنت
علما انه ممكن تكون حاطط انه بيروح كابتن الهلال لانه هو صار عنده سيجورته او وظفته 3 شهور او 6 شهور او سنه، ومثلا قال لك انتوا خربتوا لي بيتي، فانت ممكن تطلع هون اجراء جديد كان موجود بالاجراءات. هو عما تعطاه تبلغ اني في حال طلع له اذن عمل مثلا، مثلا او تفعلت عنده السيجورته اوريدي حيصير عنده خروج من كابتن مثلا. فهون صار في تعلم دروس مستفاده حتى من ناحيه التنظيميه. أنا ما عم أخذ بالداخلات كلها، رئيفة عم تقول فكرة أخي الموافقة بودي لتأخير التوزيع مثل توزيع الملابس الشتوية في فصل الصيف، توزيع فصل الربيع هذا صار جميع مستفيدين دولتي. أيوة أنسان هذا اللي عم نحكي عنه، والموضوع ما له الأثر. اليوم بتشتغل بقطاع الإنساني هو موضوع أمانة، يعني أنا الموضوع اختيار المستفيدين هذا موضوع أمانة. اليوم عم نشوف موضوع أنه عدد المستفيدين هو المهم. لا، أنا بالنسبة لي مشروعي يحقق فائدة على مستفيدين بدل ما أجيب 100 يحقق 20 يكون في فائدة فعلية أحسن من 100. مصطفى، مشاريع تدريبات مهنية دعم لمعدات الانطلاق بسوق العمل، هي مع الأسف في دخل فيها موضوع بالتقييم هون يا جماعة. هذا المشاريع الأصل فيها حلو، اللي هي موضوع التدريبات المهنية بتنتهي مثلا بالتوظيف، أو مشاريع هون نحن بلشنا بالتنمية فعلا، هي تنمية مستدامة. بس نحن إمتى بلشنا بهالمشاريع؟ إمتى بتذكروها ونشوف أنت بلشت هيك مشاريع؟ مين بتذكر اللي له تقريبا إسراء؟ مين بتذكر 2018؟ ما في 2012، 2019 2020 بلشت المشاريع. تقريبا من سنتين استاذ. من سنتين صح، من سنتين. مثل ما يعني اليوم اذا انا حكيت عن موضوع تحرش بالاطفال، تمام، اليوم اذا انا يعني ما بدي فاصل، هلا في ناس بيجوا تزعل، ما هو الاصل بدك انت تكون المشروع بالاصل مشروع متكامل. اليوم موضوع ليش عم يصير في بالاصل في مشاريع عم تقوم يكون لها اثر بالعكس سلبي على المستفيدين. يعني هن صحيح بيطلع تقييمه للمشروع انه شغله كبيره، بس هو ممكن يكون اثره سلبي اكثر من موضوع الايجابي، لانه الاصل فمبررات وصيانته لهالمشروع خاطئه او مقصود تكون ممكن. يعني انا ما راح اخذ الجانب انه ما بيعرف، انا بفترض من خلال اللي بهالقطاع اكثر من 6 سنين انا بدعي انه ما حدا ما بيعرف انه هذا الموضوع اهدافه رح توصل لكذا وكذا وكذا احتياج. ايوه، ما نحن دائما نحكي هرم ماسلو هرم ماسلو هرم ما واحد جوعان كيف بدك تعلمه؟ يعني اول شيء لبي له الاحتياجات الاساسيه، تمام، ما رح نحكي بالحد الأدنى، بعدها ما رح أقول أعطاه السمكة، لا، علمه كيف يصطاد السمكة، بعدين ننتقل للمرحلة اللي بعد. أيوة، الحل هو المشاريع التكاملية، بس مع الأسف ما عم تكون مشاريع تكاملية. صح، من هون عم تقول انسى اسماء، مثلا كانوا يبنوا قرى نساء شهداء، ولكن الصبي بس صار عمره 15 سنه بيطلع من المخيم او صار شب، بهالحاله بتشرد العيله وما انحلت المشكله. صح، وهون في عندك احد، عندك موضوع الكفالات نفس الامر. اليوم بالكفالات لازم يتم مراجعه لهالموضوع. اليوم نحن يمكن الكفالات انصرفت لو تعمر فيها مشاريع، يمكن بتعمل مشاريع فينا نقول ضخمه. لو عملنا شركة مساهمة وعطيناهم أسهم يمكن يكون على مدى اليوم في منظمات لو دفعت أجار الأجار اللي عم تدفعه
اشترت فا للإيجار، صدقوني رح يكون في هذا الإيجار وقف لمدة إلى ما شاء الله، ونفس المبالغ نحطه. في منظمات كانت تدفع لمدة 5 سنين إيجار، هذا نفسه البناء كان ممكن يشتراه. الطبيعي أن تترك المخيم مشان أولاده، مظبوط؟ اليوم بالنسبة لهذا الموضوع، اليوم من واجب المنظمات تعالج المواضيع الأولوية، لأن المواضيع عم تتفاقم، مثل حكيت مثال مواضيع مثلا الحماية أو المواضيع الدعم النفسي. الأثر اللي قاله إذا نجي من نحسبه، عم أحكي مثال، ما أحكي على قطاع هلأ حدا يفهمه أنه أنا ضد مشاريع الحماية أو ضد مشاريع. أنا بالحماية إذا بتجي علي أنا، كل العيلة بيكون في عندها أب أو أم، كل صراحة ما لح أقول النموذج أوروبي لا، بس كل أب وأم ما عندهم في معايير لازم تكون عند الأب والأم. مثلاً ممكن يكون بيتحرش بأطفاله، ممكن بتتعرض أطفاله. في اليوم عم نشوف حالات طفلة رضيعة، إما مثلاً بتضربها أو إما أو أبوها من المتعاطين مثلاً. هذول إذا المجتمع المضيف أو الدولة أخذتهم للسوسيال أو ل فينا نقول حميناهم، بيكون نحن عم مثلاً نخالف الشرع أو عم نخالف العرف. من وجهة نظري لا، ولو أنه قالوا إيه. معلش في 100 رسالة إجت، ما بقدر سامحوني، ما قدر تقول آخر ممكن. أوكي، هلأ هون لماذا نقيم يا جماعة؟ خلونا قبل الاستراحة، قياس إنجازات المشروع، قياس التقدم طبقاً لأهداف المشروع اللي حاطينها، تحديد نقاط القوة والضعف، تحسين أسلوب العمل، جمع المعلومات أكثر عن المشروع، تبادل الخبرات، تعظيم أسم المشروع أو المشاريع، معرفة نسبة التكلفة والعائد. هي كمان نقطة متعلقة يا جماعة بالمالية، يوم أنت لما بتكون أنت عم تعمل تقييم بتلاقي مصادر بديلة أو طرق بديلة تحسن. يوم حطينا $1,000,000، المرة الثانية المشروع نفسه بيتنفذ ب فينا نقول $800,000، لأنه في التقييم عطانا نقاط ممكن كنا نستفيد منها بطرق أفضل، اكتساب خبرة للتخطيط بصورة أفضل مستقبلا. هيدا سلايد رح يجي منه أسئلة. رح ناخذ بريك يا جماعة ربع ساعة لثمانية وربع، ما حدا يزعل من نقبل بنا، نحن عم ننقض بين بعض لحتى نحسن العمل. الله يعطيكم العافية. موافقين على الاستراحة ولا هلا قدام؟ يعني تقريبا دقيقتين. موافقين استاذ، بس خلينا الصورة لو تكرمت هي نفسها لنكتبها. ثبت علي، الله يعطيكم العافية. لما ذكرت موضوع تعظيم الأثر تذكرتني في منصة كثير مفيدة ممكن نشوفها مع بعض. هو مواضيع متعلق بالأثر المجتمعي، خاصة مشاريع بعد إذنك زمكي بطلب الويت. عفوا أستاذ قصي، بس رابط مجموعة الويتس لأني الفترة الماضية ما دخلت، بس متأخر بعد إذنك. الله يبارك فيك. طيب ها، اي رابط المجموعة اللي حبعت لكم يا هون شباب، فيكم تطلبوا على الرابط على التشات. انا سامحوني لاني العدد كبير والله ما بقدر ارد عليكم. شو كنا عم نحكي على تعظيم الاسر، ان في مكتب تمام. شو شيرت انا معكم هلا هيك، في مكتبة اسمها مكتبة عمل الخير، بسموهم تعظيم الأثر مبني على خارطة قياس أثر المنظمات المجتمعية. ممكن أنك تحملي هذا الملف وتقري حول هذا الموضوع. هالمكتبة بصراحة كثير رائعة، ليه؟ شوف الموقع.
اسمها مكتبة الخير، العمل الخير، خير.ws. ما بعرف إذا في منكم بيعرفوا المكتبة. هون تجي مثلا تكتب الأثر. ما شيء الشاشة معك. هون اسم مكتبة العمل الخير. نكتب عبارة الأثر مثلا. ونعمل سيرشنج يعني. بيعطيني شو في هون بالأثر، فأنا بقياس الأثر الأوقاف، تمكين رياضيين الاقتصادي، مقدمة عن رباط الأثر الاجتماعي. ستيفن بوام نزلنا تمام. في كثير بالموقع، في كثير شغل حلو كثير. في هون أدلة، ممكن معايير متعلقة مثلا بتقييم المشاريع التنموية، مثلا مواضيع متعلقة بزيادة الأسهم مثل ما شفنا قبل شوي. هي الرابط مشيتكم يا أول شيء. هذا الطريق إلى أثر مبني على معرفة خارطة قياس أثر المنظمات المجتمعية. ممكن تنزلوا الملف. خلينا نعظم الأثر المجتمعي. ديروا بالكم يا مريم يا مريم. سكرت المايك. هي الرابط المكتبة صار عندكم. في رابط ثاني كمان راح ابعث لكم اياه، هو مواضيع الاثر المجتمعي، تعظيم الاثر المجتمعي. اسم المؤسسه اثرنا، المهتم بهالموضوع فينو يقرا فيهم اصدارات فيكم تستفيدوا منهم. تمام، حبعث لكم اياهم. في هون التدوينات حتى ممكن كمان لوكس ممكن تستفيدوا منهم. أو مثلاً قياس الأثر بتقنيات الحوسبة السحابية، خمس دروس لبيانات معظمة للأثر المجتمعي، أشكال الاستثمار وسوق القيمة المجتمعية. طيب خلينا نبعث لكم هون على الواتس. مكتبة العمل الخيري هون أثرنا. نوصل أثرنا لتعظيم الأثر المجتمعي. حلو كتير. ما في تدريب اليوم أستاذ؟ لا ما في تدريب اليوم، مواضيع بالعلاقة بالنظرية. هلا وصلنا. خليني بس بدي اعدي بالماده العلميه. حكينا على انواع التقييمات، تقييم احتياجات، مسح اولي، متابعه ما بعد التوزيع او ما بعد التنفيذ، مراجعه نصيه، نهائيه، مسح نهائي، تقييم اثر. حكينا على ليش بنقيم. هذا السؤال لنا سؤال مهم. بس انا شو مغير معكم. تمام نبهوني يا جماعه اذا كانت شيء بالغلط، شيرت الواتس من الشاشة الثانية مشان أنا أبعد لكم، ما بدنا نطلع المحادثات على اليوتيوب، بعدين بصير تقييم الأثر مشكلة. هو ما في شيء، لو كل ما كان عندي دورة ورحنا حطينا يا جماعة شيء اسمه الإيميل، بيحاول حدا يدخل لي على الإيميل. العبرة في حكينا على شيء اسمه قياس بغرض المسائل، مظبوط؟ هو موضوع المسائلة. هو الغلط من إجراء عملية تقييم هو القياس بغلط شو المسائلة، لأنه ما عمل التقييم فنحن ما نحن نقدر نعمل مسائلة. طيب من هنا جاء المعنى المرادف له الغلط، حيث يشار إليه بالعصا أو المقياس. أي عصا؟ عصا القياس، والذي يمكن أن يستخدم لتبرير وجود المشروع من البداية وتبرير عمله واستمرار. المعنى الضمني وراء ذلك انه التقييم عملية فحص وتفتيش بغرض الحكم على المشروع. يعني مثلا ممكن اذا كان ممكن مشروع ربحي هو تعظيم قيمة النقود تبعية المشروع، او تعظيم قيمة الاثر، معايير الجودة، وانه هالمشروع مشروع واعد من ناحية الاثر المجتمعي، او اذا كان مشروع ربحي انه هذا المشروع بحقق ربحية. الغرض الثاني، مين بذكرنا بالغرض الثاني؟
حكينا في غرضين، غرض من ناحيه المسائله، المسائله بالانجليزي يا ريت تحفظوها، اللي هو الاكاونتابيلتي، سيد الاكاونتابيلتي من اكاونتنت. طيب مين بتذكر الغرض؟ معناته الغرض الاول القياس بغرض، ايوه التحسين، حكينا عنه كمان التحسين يا جماعه. مين تحسين؟ تحسين اللي هو الامبروفمنت، هو الغرض الثاني من ناحية تطوير المشاريع، فينا نقول اللي هي حكينا نحن الاون، هيدا ما نحن قلنا بالمثال طرحناه أول شيء العصا والشعلة، العصا هي الاكاونتابلتي، أما الامبروفمنت هي الشعلة اللي هي رح تشعل لمشاريع قادمة، اللي هي رح تطور المشاريع القادمة. بس إذا أنت ما عندك العصا الأمور بتحترق. فأنت إذا ما عندك مساءلة موضوع التطوير أكيد ما رح يكون. أي شعلة أو مشعل ضوء تساعد في حل المشاكل وتوضح الممارسات الجيدة حتى الممارسات غير الجيدة. المعنى الضمني هو أن اللي هو بيكون في تشخيص وتفسير لشو؟ للواقع. نحن اليوم good رح يصير better. البيتر رح يصير شو؟ بيس. يعني اليوم نحن جيدين، المرة القادمة ممكن نصير جيدين جداً، المرة اللي بعدها ممكن نوصل لمرحلة الممتاز. طيب تراكم التعلم والتعليم التراكمي هو اللي بيقلل حدوث الأخطاء، هو اللي بيخلينا نستفيد من الأخطاء، هو اللي بيعطيني فوكس حتى أنا أقدر أعمل عملية تعلم سلمة. هلا هون إسراء طلبت موضوع تدريب، هذا تدريب مناقشة. إذا كنت مدير لأحد المشروعات، شو هو موقفك من عملية التقييم؟ وهل تتحمس لإنشاء إدارة خاصة بالتقييم؟ ما هي أهم أوجه وفرص الاستفادة من عملية التقييم لدعم المركز؟ بدي آخذ ثلاث آراء وآخذ في تقريبا على الشاب ناخذ كمان بعض الآراء. شو رأيكم؟ مين ممكن يشارك معنا؟ أستاذ محمد تفضل، مايك كاتب مفتوح. أستاذ محمد القاضي تفضل، إذا كنت مدير لأحد المشاريع شو موقفك من عملية التقييم؟ أتحمس لإنشاء إدارة خاصة بالتقييم. ليش أستاذنا الكريم؟ هلا بدك تعتبرني انا شوي نساء انه لي علاقه بمراقبه التقييم، نساء اني انا مدرب، انا اليوم بدي اعمل معك لقاء تلفزيوني، انت مدير مشروع، ليش تحمس لانشاء عمليه تقييم؟ يعني مشان ادارك الاخطاء او مشان تقييم عملي، مشان تقييم اداء المركز. طيب طبعا مستوى الاداء سؤال، الناس اللي بتكره معناه التقييم ليش بتكرههم؟ وجود سلبيات عنده يكون. يعطيني أمثلة. يعني يكون بده يتصرف بشيء ما بده حدا يلاحظه أو ما حدا يشوفه. أيوة أنت عم تحكي بدبلوماسية. أحترم دبلوماسيتك. تمام. الله يكرمك. هل تتحمس لإنشاء إدارة خاصة بالتقييم الجري؟ نعم. طيب شو هي أوجه وفرص الاستفادة؟ قلت لي إنه أنا ممكن تدارك الأخطاء. طيب هذا الموضوع كيف يدعم مركزك بالمشروع؟ أستاذ محمد، خلينا نكفي مع أستاذ محمد، بعدين أستاذ حسن. أستاذ محمد لسه ما خلصنا أفضل. شو أول فرص الاستفادة من عملية التقييم تدعم مركزك كمدير مشروع؟ رفع مستوى الخدمة مثلا. أيضا يعني إذا يعني بالمستقبل يصير يعني وضع الخطط المستقبلية تكون أحسن، تدارك الأخطاء. تمام. أيضا تقييم الاحتياج. تمام. أيضا أنا بدي عم أركز أنت كمدير مشروع، ما عم أركز على المشروع، أنت كمنصب مدير مشروع
لما بيكون عندك عملية تقييم صح، شو رح تدعمك بشكل بيقول ما رح إلا بشخصي، بشكل للبوزيشن الخاص بك. يعني يحدد لي نقاط القوة والضعف. هذا شو رح يؤدي بالمستقبل؟ النتائج أفضل. نتائج أفضل، إذا صار في نتائج أفضل شو رح يصير؟ معناته تحسن أسلوب العمل. إذا تحسن أسلوب العمل شو رح يصير؟ الحصول على دعم التمويل المستقبلي. يعني تحول من جود الى بيتر الى مشروع اللي لك رح ينجح ان شاء الله. انت ممكن تترقى وظيفيه، مظبوط؟ اليوم انت مدير مشروع، تصير ممكن كوردينيتور، من كوردينيتور ممكن تصير للبروجرام، صح؟ فهون موضوع التقييم رح يساعدك موضوع ترقية الوظيفه مثلا. الله يبارك فيك استاذ محمد. استاذ احمد تفضل. تحياتي استاذ علاء. لا بدايه اي مشروع بحاجه الى عمليه المراقبه والتقييم بشكل دائم. اذا كنت مديرا لاحد المشروعات ونفرض راح اعطيك مثال واقعي وراح نطبق هذا المثال بشكل عام على كل المشاريع، ونفرض أنا أحد مدير المشاريع الخاصة بتدريبات رفع مستوى وتأهيل. تمام. موقفك من عملية التقييم؟ عملية التقييم مثل ما قلت لك هي أمر مفروض على أي مشروع بدنا ندخل فيه أو نعمله. هل تتحمس لإنشاء إدارة خاصة؟ هذا الشيء أكيد. طبعاً التقييم هو اللي راح يحدد نجاح المشروع اللي أنا راح أعمله أو فشله، أو لامس الهدف اللي نحن حيبطله أو وصلنا له، أو حتى مثلا ما وصلنا له أبدا. ما هي أوجه وفرص استفادة من عملية تقييم لدعم مركزك؟ مثل ما قلت لك بالنسبة لمشروع اللي أعطيتك مثال له، عن تقييم الاحتياج هو اللي بيكون بالبداية، عن تقييم المرحلة ونفرض مثلا ما هو لوين وصلنا بعمليات التدريب اللي نحن عم نعطيها. عن التقييم النهائي، يا ترى هذا المشروع اللي نحن وصلنا له أثبت جدارته وعطى مفعوله، وصل للشيء اللي بدنا إياه بالأخير، الهدف بعد منا الأثر اللي أثره بالمجتمع ولا لا؟ يعطيك العافية استاذ أحمد. أنسي ياسمين تفضل. أنسي ياسمين خليل. استاذ كنت عم اقول انا عن موضوع المدير، يعني بيفتح له افاق كبيره بالمنظمه، ممكن مثلا يترقى مثل ما تفضلت حضرتك. كنت بدي اقولهم قبل ما ارفع ايدي، رفعت ايدي وبعدين حضرتك حكيته. الفكره انه ممكن تفتح لي افاق انه اترقى بعملي، كسب ثقه المنظمه، امكانيه اكبر في اني اشتغل يعني استلم بمشاريع ثانيه، ممكن استلم اكثر من مشروع. صح، الله يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. انسه اسراء تفضل. طبعا استاذ، اذا كنت مدير لاحد المشاريع سواء كانت ربحيه او غير ربحيه، فموقف كتير داعم لعمليه التقييم، لان هي رح توصلني لمصلحتي لإلي بدايه، ثم لمصلحه المشروع ثانيا. صحيح. انشاء اداره خاصه بالتقييم فاكيد يعني مليون بالميه، لانه مو هي ليست فقط تقييم وانما يعني تقويم ايضا. ما ممكن يعني تتهميها هي الاداره ان هي دائما تطلع لك مشاكل، وان هي متحيزه، وان هي ما بتراعي فينا نقول ظروف المشروع، وانه هالاداره دائما بتحط العصي بالدواليب. شو رايك بها؟ هل نحن اي مشكله رح نعتبرها درجي لنصعد من الجود للبيتر للبيست؟ فأنا ربما أول شيء يكون وجهة نظر أخرى يعني، لكن بالنهاية هي شغلتها ليست فقط تقييم وإنما تقويم أيضا، تقويم طريقة العمل المشروع. صح، الله يعطيك العافية. أستاذ محمد الصادي تفضل. أستاذ محمد القاضي أو أستاذ، إذا ما معنا الأستاذ محمد القاضي بس اللي داخل، أستاذ عبد الهادي تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياك الله استاذ. هلا اكيد اذا كنت مدير لاحد المشروعات اكيد راح اكون مؤيد لعمليه التقييم، واكيد راح انشئ قسم خاص لهذا الموضوع مشان نضمن مثل ما حكينا مسبقا الشفافيه لهذا القسم، ويكون عملنا منفصل عن عمل المشروع لنضمن شفافيه باكبر شكل.
يعني اوجه فرص. بتعني ان موضوع التقييم او قسم التقييم هو بيضمن موضوع انه يا جماعه انا كمدير مشروع الله وكيلكم اشتغلت وفق منهجيات وفق اجراءات وفق بيحميك يعني قسم التقييم او فينا اكيد موضوع التقييم تخلي مسؤوليتك. اكيد اكيد بالضبط. وانا كديسيجن ميكر يعني او انا كديسيجن ميكر او كمتخذ قرار اكيد عمليات تقييم تدعم لي قراراتي. انا لما بدي اتخذ اي قرار معين راح ارجع للتقييمات الموجوده عندي وبناء على تحليل البيانات موجود عندي اكيد انا راح اتخذ القرارات المستقبليه. وثانيا فهذا الشيء داعم لي امام الداعمين امام المانحين. انا في عندي شيء مثل ما قلت يحميني، انا في عندي داتا، في عندي مثل ما قلنا بيانات استمرارية. اكيد اكيد بالضبط. فرصه انه اتوسع فيني ابني مثلا قطعه جديده. استاذ علاء ممكن مداخله؟ بس استاذ عبد الهادي ما بعرف اذا انهيت مداخلتك. ايه تمام تمام الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا ربي يبارك فيك. استاذ حسن تفضل. الأستاذ نحن معظم المحو ومعظم النقاط اللي ناقشتوها هي كانت، لكن في نقاط أكثر جوهرية فينا نعتبرها أنه أنا كمنفذ مشروع كمان في على المجال الإنسان المهني أو كان على مستوى الأرض أنا شو بدي أحقق. يعني التقييم بيساعدني أنه أصل لنتيجة أحققها أشوف نتائج على المدى القريب والبعيد. يعني مثلا انا مثل ما حكيت متوا عن موضوع الدعم النفسي، موضوع التدريبات. طيب نحن شو حققنا خلال 10 سنين اذا انتشار حادثه الطلاق، انتشار حادثه الانتحار، حتى انتشار حادثه التسول، نحن شو عملنا بحمايه الطفل؟ فنحن حقيقه بهيك مجال ابدا ما نتيجه للتقييم المغلوط او المفهوم الغلط للتقييم حدثت كل هالنقاط على عيني وراسي. بس نحن هلا تجاوزنا هالنقطه، بس عم احكي هلا انت حضرتك بتحط قبعك مدير مشروع، شو موقفك من عمليه التقييم هلا؟ موقفي من عمليه التقييم، انا طبعا عمليه التقييم انا من احد المؤيدين بيساعدني كثير طبعا على اني يبقى مجال او الهدف الحاط ولا حتى يصير مشروعي. بس هون بده يصير في ممكن يدخل مواضيع محسوبيات تشتغل ضدك، ممكن موضوع انه ممكن بالتقييم ممكن يكون تقييم ظالم. شو رايك انت في الموضوع استاذ؟ طبعا هذا الموضوع عندما تكون انت متابع الامور نقطه بنقطه ف تتخطى كل هالمراحل اللي هي تتخطى هالمراحل انه تضمن انه مخبأ، تضمن انه التقييم عم يجري باتجاه الصحيح المنحة الصحيح. طبعا اذا انت عندك متابعه كإدارة كمشروع للمشروع كإداري بتحمس طبعا لانه انشاء اداره تقييم، اداره خاصه بالتقييم لحتى اضبط موضوع الفساد، اضبط موضوع وجعني راسي التصحيح. شفتي ليش ما بنزلت قلت البدو؟ يعني هذا هيك كل يوم نفس فتحت المايك ما عم تتابع الان سمر الموبايل لها والتابلت لها. الله يعطيك العافيه يا جماعه، الله يخليك. نرجع لنقطتنا التحمس لإدارة وأوجه فرض الاستفادة، الاستفادة من عملية التقييم. نحن بنطور طبعا مشاريعنا على أساس تقارير التقييم بيبقى ضمن المجال الصحيح، ما بينحرف عن مساره وعن أهدافه، فهذا الشيء لصالحنا أكثر مو ضدنا. يعني ضد أبدا ما في التقييم، الفهمان التقييم والمراقبة والتقييم والمسائلة والتعلم بشكل صحيح 100% راح يكون مع الفكرة هاي ومع انه يصمم إدارة. حلو، الله يجزيك الخير ويعطيك العافية. طيب ننتقل لمحور آخر اللي هو هون وقفة تعليمية. بدنا أستاذ طالب، تفضل أستاذ طالب. أستاذ علاء هلا في فكرة ما حكينا عنها هي تقييم طرف ثالث.
اغلب منظمات لما مثلا بيكون في تنفيذ مشروع مشروع مشترك بين منظمتين، فرضا مثلا منظمه جون ومنظمه ثانيه، فبنلاحظ انه في ممكن مثلا منظمة اللي عم تنفذ المشروع يطلع نتائج تقييم عندها ايجابي، منظمه مثلا داعمه مثل جون مثلا بيكون نتائج تقييم منحه ثانيه، فاغلب منظمات صاير عم تستعين بتقييم طرف ثالث حتى انه يكون تقييم محايد على عيني وراسي. بس استاذ طالب يا شباب، نحن حكينا عن مراقب طرف ثالث الجلسه الماضيه ولا لا؟ اعطوني واحد اذا تمام، بس لنتاكد استاذ طالب مشان نعمل موضوع مراقبه جمع بيانات. اذا حكينا عن مراقبه الطرف الثالث شفنا طيبنا موضوع اذا حكينا ولا لا ما حكينا. استاذ طالب انا والله بالنسبه لي انا حقيقه هاي اول جلسه، انا الجلسات الماضيه تمام. هون عملنا هلا عمليه شو تقييم، التقييم وعلاقته بالاداره بالاهداف. استاذ صاد ممكن سمعان انت بموضوع مانجمنت باي اوبجكتيفز هيك بشكل موجز سمعان؟ ف عفوا المانجمنت باي اوبجكتيفز اختصاره ام بي او سمعان فيها؟ على فكرة هي الأصل بموضوع مراقبة التقييم، وعم نحكي من الجهة العلمية. أستاذ محمد إبراهيم الحسن، تفضل أستاذ محمد. أنسة مروة تفضلي. Management by Objectives هي تقريبا نفس الـ IBTT. نحن لما بنحط خطة مراقبة التقييم، نحن كل بند من بنود خطة مراقبة التقييم تبعنا الـ IBTT بتعتمد على كل Objective موجود في الـ Proposal. فلحنا منديره ومنقيم المشروع بناء على تقييم هيدا الاوبجكتيف، تم بهذا الوقت، انتهى، بدايته ونهايته بناء على هذا الشيء. ممتاز. بيشتغلت على الام بي او؟ ايه استاذ، انا هلا حاليا انا بصراحه مديره مشروع قمح في الشمال السوري في ادلب، فعم بشتغل برفقه الميل اوفيسر، فبعرفهم عم نحطهم صورة. تماما عم نتبعه أكيد. الله يعافيك. هون أنا بعثت لكم رابط مقالة اللي هي وقفة تعليمية، راح نحط هيك فيديو قصير على موضوع، حتى راح أبعث لكم دورة تعليمية وفيها شهادة كمان متعلقة بمراقبة التقييم والإدارة من النتائج. بعث لكم إياها على المجموعة مشان الوقت بس. لأنه صار 54 هون إدارة الأهداف موضوع الفيديو حضروا لكم إياه. ما بعرف النت كأنه عم يقطع لي، وقف الكاميرا عندي. الإدارة ما هي الإدارة بالأهداف وما هي مزاياها وعيوبها؟ الإدارة بالأهداف هي نموذج إدارة استراتيجي يهدف إلى تحسين أداء المنظمة من خلال تحديد الأهداف التي يتفق عليها كل من الإدارة والموظفين بشكل واضح. وفقا للنظرية، فإن إبداء الرأي في تحديد الأهداف وخطط العمل يشجع المشاركة والالتزام بين الموظفين. تحدد الإدارة بالأهداف 5 خطوات يجب أن تستخدمها المنظمة حتى تتمكن من تطبيق نظرية الإدارة بالأهداف. أولاً، تحديد أو مراجعة الأهداف التنظيمية لشركة بأكملها. ثانياً، جعل الأهداف التنظيمية واضحة للموظفين، أن تكون الأهداف محددة، قابلة للقياس، مقبولة، واقعية. ثالثاً، تحفيز مشاركة الموظفين في تحديد الأهداف الفردية. رابعاً، متابعة تقدم الموظفين في تحقيق الأهداف. خامساً، تقييم ومكافأة الموظفين على التقدم المحرز. للإدارة بالأهداف عدة مزايا تشمل ارتفاع الروح المعنوية لدى الموظفين وزيادة ولائهم للشركة، وكذلك زيادة قوتهم ومهاراتهم وخبراتهم التعليمية. ولكن أيضا هناك بعض العيوب التي يجب الانتباه لها وتجنبها، وتشمل تلك العيوب التنافس غير الشريف، شعور الموظفين بالضغط بسبب المواعيد النهائية للإنجاز. للاستفادة من الإدارة بالأهداف يجب إدراك العيوب وإدارتها والعمل على موائمة الأهداف وزيادة شفافية.
الشفافية في العمل والمرونة وتحفيز الموظفين على اتخاذ القرارات. ايوه سمارت اندكتورز تمام. طبعا جولز للاهداف احنا جايين هون اهداف المشروع التنفيذي عم نحكي اني بتشير اهداف المشروع التنفيذي الاهداف اللي بيتم تخطيط لها خلال المشروع حتى نقدر نحن نحققها تحقيق بنقول كامل ونوصل لمراحل جيدة من تحقيق فينا نقول المؤشرات اللي حاطينها. وهالمؤشرات أو هالمخرجات نقول هالمخرجات أو المنتجات الناتجة سواء عن استثمار المجتمعي أو موضوع استثمار المشروع رح نوصل فينا نقول للنتائج القريبة والنتائج البعيدة. النتائج البعيدة لحتى نحقق الأثر العام. طيب نتائج المصاحبة، شو هي النتائج المصاحبة؟ نتائج المصاحبة بتوصف مثلاً الأشياء المتوقع حدوثها لأصحاب مصلحة من ناحية الشركاء أو المستفيدين أو نظامات الشركة أو الفئات فينا نقول المقصودة بالمشروع كنتيجة عن مين؟ عن المشروع. المرة الماضية قلت حتى بالنسبة مثلاً لموضوع بالنسبة لأصحاب مصلحة اليوم في توسيع كثير لأصحاب المصلحة. حتى اليوم بيقولوا لك إني من أصحاب المصلحة الأولاد اللي حيجوا المستقبل، يعني فعلاً هذا كان سابقاً ما كان يتم حسابه إنه الأجيال الجاية شو راح يكون. يعني اليوم أنا شغلي على الواقع الحالي ولا كمان للمستقبل. فهون التقييم قد ينصرف إلى مدى من نجاح المشروع في تحقيق أو الوصول للنتائج المتوقعة على هالمستهدف على هالفئات المستهدفة. هذا بيكون تقييم النتائج الحالية. تقييم الأكبر هو تقييم يكون عندنا تقييم حالي وتقييم شو مستقبل. طيب شو الأسئلة الرئيسية اللي يجيب عليها التقييم؟ هل نجاح المشروع في الحصول على مثلا الأهداف التنفيذية من ناحية الخدمات والاستجابة؟ إذا كان في تدريب مثلا هل قمت بالتدريب اللي خططنا له مثلا خططنا له مثلا نفذه من البداية؟ لين وصلنا لمرحلة مثلا التدريبات؟ نحن وصلنا مثلا للشريحة المستهدفة بنسبة كم؟ الحجم حجم المشروع أو حجم التخطيط؟ شو حجم النتائج اللي نحن وصلنا لها مثلا نهاية المشروع؟ شو الآثار؟ يا ترى نحن عندنا محو الأمية كم نحن كنا حاطين مثلا بمحو الأمية؟ شو النسبة اللي نحن وصلنا لها بالقضاء مثلا على الفقر أو على مرض مثلا مرض معين أو توفير الإسكان بنسبة معينة؟ شو اللي وصلنا لها؟ هل يا ترى المجتمع فعلا عم يستفيد؟ شو نسبة استفادته من المشروع؟ شو استراتيجية مثلا إذا كنا عم مشروع عم نحكي بمشروع مثلا نقول سبل العيش، هل استراتيجية التوصيف نحن عم نعتمدها مثلا هي فعلا عادلة غير متحيزة ما بتحقق تضارب من مصالح عم تشتغل بنهجية مثلا واضحة؟ هل المستفيدين أو الشركاء حتى راضين عن الخدمات ممكن أقدمها؟ هل العاملين مثلا المدربون بشكل جيد لتقديم الخدمات؟ اليوم مثلا قريت بالنسبة في فيلم قدمته مثلا بعتقد بي بي سي أنا ما بذكر من شيء تقريبا 15 يوم قريت يعني حضرت منه مقاطع وقريت موجود هو بالبي بي سي عن موضوع التحرش بالأمم المتحدة تمام والفساد بالأمم المتحدة منظمة أممية فينكم تشوفوه. هل يا ترى يعني اليوم إذا نحن الأمم المتحدة نسبة الفساد مثل ما عم يتصوروها أو نسبة مثلا التحرش نسبة حسب ما الفيلم الوثائقي الدوكمنتري كان كبيرة، فهل يا ترى العاملين فعلا مدربين بشكل جيد؟ هل نسبة الإدارة عم تشتغل فعلا بفعالية لحقق أهداف المشروع الأهداف الشخصية؟
اليوم بالموارد البشريه اكبر التحديات انه يا اصدقائي الاعزاء هو موضوع انه في المنصفين بالموضوع الولاء الوظيفي وموضوع اني لحتى تحصل على موظفين كفاءة عالية بدك تدفع. يعني يوم منافسة الموضوع رفع الرواتب ما لا رواتب مثلا في اتفاق للرواتب يوم بين انه يكون هم بصير فقط تسرب الوظيفة ما لح بوصل كثير فيهم. رح نسأل بعض الأسئلة وهذا رح يكون تدريبنا الأخير اليوم على الفروقات بين الواقع والتقييم. معلش أنا بدي اضطر أخذ 10 دقائق لأن 9 و 10 في مشكلة؟ حدا عنده اعتراض؟ تسمحوا لنا ناخذ 10 دقائق؟ ما رح ننسى الدورة أستاذ معتز تكرم بس حطوا لي واحد إذا موافق. تمام الله يعطيكم العافية. شو الفرق بين مراقبة وتقييم؟ عم نحكي مراقبة عم نحكي تقييم. من يقوم بالمراقبة؟ من يقوم بالمراقبة؟ مين يقوم بالمراقبة؟ خلوا يكون شوي شوي مشان أسأل السؤال وأنتوا جاوبوا على شو. من يقوم بالمراقبة؟ تمام أستاذ جهاز سامحنا. طريق المراقبة ممكن يكون داخلي وممكن يكون شو خارجي صح؟ فريق مراقبة من داخل المنظمة يقوم بالمراقبة أو ممكن فريق برامج أو فريق مراقبة ممكن شو مستقل أو طرف معاي. حلو. التقييم تمام. التقييم خلص المراقبة عديناها مضبوطة إجاباته. تقييم ممكن من ضمن المنظمة أو ممكن يكون شو طرف من خارج المنظمة. تمام؟ نفس الأمر. طيب متى؟ متى يا جماعة؟ عملية المراقبة متى؟ خليني أعرض الأجهزة مشان السرعة. هون لاحظوا التقييم عملية شو مستمرة. أما عفوا المراقبة عملية مستمرة، أما التقييم عملية شو مرحلية مثل ما تكلمنا. طيب الهدف بالنسبة لموضوع المراقبة، المراقبة بتركز على رصد الأنشطة والأهداف المباشرة، يعني على الأوتبوت المباشرة، رصد الأنشطة والأهداف المباشرة للمشروع. أما التقييم هي لون سلايد، السلايدات من عندها سلايد، والسلايدات الجايين كتير كتير مهمة بالنسبة لي. هن مع التعريف أهم شيء أنك تقدر تفرق. يركز التقييم على أهداف المشروع في المشروع المتوسط والبعيد وليس عن نتائج الفردية. تمام؟ يعني بركز لك على الأوتكم، بركز لك على الأثر البعيد أو الأثر. النطاق، بالنسبة للنطاق المراقبة بشكل أساسي بتتبع سير العمل، سير المشروع مطابقة مع الخطة والإجراء. أما التقييم فجوانب المشروع بشكل كامل من ناحية تحديد احتياجات تصميم المشروع التنفيذ الأنظمة. طيب قصدك بالمالية؟ لا ما قصدي مالية بس، مشتريات إمداد لوجيستيك تواصل نقل موارد مالية كل شيء بيخضع لشو للتقييم. كل شيء بيشمله مراقبة فرح يكون عليه شو تقييم. حلو. الأدوات للمراقبة والتقييم نحن نعتمد بشكل رئيسي على بالنسبة للتقييم على جمع المعلومات والبيانات تحليلها من خلال التقييم. الحكم عن النجاح، المراقبة بتقارن بين سير العمل وشو والخطة. أما بالتقييم بتقارن بين مؤشرات نحن أخذناها من وين بالبيانات قبل المشروع ونفس المؤشرات بس بعد تنفيذ المشروع، وين كنا وين صرنا. تمام؟ فوائد مباشرة للمراقبة هي أثناء الـ فينا نقول المشروع أنه دخل تعديلات على الخطأ لحتى أنها تطلع
هالكيك كتير كويسة، طعمه مرتب، هالمشروع كتير ممتاز، عم يحقق، عم يصحح الأخطاء، مثل الطالب اللي خلال السنة اتكاسل شوي رجعناه، فبالنهاية عم يحقق لأنه رجعناه، رجع درس. أما طالب ما عنده ما في مواقف الأمن نهائيا فهو آخر شيء رح يرسل. فهون موضوع المواقبة إنه ندخل تعديلات على الخطط والبرامج لما بيكون في لزوم. التقييم معرفة نتائج المشروع وآثاره، تقديم دروس مستفادة لحتى نحسن بالمجتمع، فينا نقول بالممارسات مستفادة المشاريع القادمة أي ممارسات خاطئة. فينا نحكي بالنسبة للفرق بين المواقبة والتقييم، في عندي خلينا نرفع بس الضوء، أنا عندي بس الساعة 9 والله. هي موضوع التصحيح بالميدان أستاذ يمان حكيت عنه أني هذا الأصل بموضوع المواقبة. الأصل بموضوع مواقبة أن يكون بالأصل في تصحيح بالميدان، تمام؟ طبعاً من مين؟ من المسؤول، مسؤول المراقبة والتقييم. ليش؟ لأنه نحن إذا ما حسننا معناته عملنا يوم في نحن الاستضراب بالمواضيع النقاش هي عم تاخذ مننا شوية وقت. فالأصل موضوع مراقبة يا جماعة أن يكون في تصحيح الميدان، في تعديل على ممكن يكون خطط ما ذنبه هو، في طارئ عند التنفيذ شاف في أو جزء ما لاحظ، نحن لاحظنا له، تمام؟ فهون لازم الأصل أنه نحن نتابعه. لما أنا ما بتابعه ما بعطاه تعديل وبتركه هو لحتى يروح بالطريق الغلط وبعدين قل له ليش رحت بالطريق الغلط، هون بعتقد المواقبة والتقييم هي بتكون هون عم تساهم بفشل المشروع. بصراحة لا يا أنصر، لأني بيلعب دور هذا الموضوع حسب المنظمة، حتى حسب فينا نقول اختيار الموظفين. في أحياناً كتير بتدخل الشخصنة بالموضوع انه انا عرفت شو معناته شخصنة، انه ما بيكون هون حكينا عن موضوع الولاء الوظيفي، موضوع انا بيجي الموضوع كمان الموارد البشرية ودوره دوره بتقييم الموظفين، تقييم نفسهم. مفترض ان الموارد البشريه كمان تقيم مين؟ موظفي التقييم. لما بيكون طبعا من حق اي حدا بتقيم بشكل خاطئ من حقه هو يتابع موضوع التقييم. طيب معظم المشروعات نلاحظ انه تقدم المحرص مرتبط بثلاث اشياء مهمه، هي تخطيط المشروع، الاجراءات اللي عندي حتى ننفذ المشروع، نتائج المشروع. بالنسبه لاسئله التقييم هي مفترض تكون عنا ممكن نسأل عنا، مثلا بالنسبة لتخطيط المشروع ممكن أنا أسأل كم عدد الأشخاص أو مجتمعات تم الوصول له، كم مستفيد نحن وظفنا، كم عائلة استفادت من هالمشروع. طيب لأسئلة التقييم، هل وصل لاحظ الفرق. في ناس بتخلط بتقلك التقييم كم عدد الأشخاص، لا هذا مراقبة، بالتقييم كم، هل وصل وصل المشروع بالفعل مثلا للاكثر حاجه مثلا، ولا شخص عنده مثلا نقول مثلا سياره وانا مثلا عم اقدم له شيء بالنسبه له هو ما عم نحكي السياره، مع اني انا بشوف بس يعني فهمتوا قصدي، انه ممكن يكون هذا الشخص مكتفي وعم يقدم له المشروع عنده اياه كرفاهيه، تمام؟ حتى بتلاحظ هون بكروت الهلال الاحمر نفس الامر،
في ناس كرت الهلال الأحمر دخلن 10,000 وعندهم هلال أحمر، فهون هل وصل المشروع فعلا لمستحقي؟ طيب إذا ما وصل لمستحقي ما أقول لأنه أنا ممكن أكون أنا السبب، بدي أقول ليش ما وصل لمستحقي، ليش أنا ما حققت أنه يوصل لمستحقي. طيب أنا المستحقين نسبة كم وصلوا؟ تمام؟ هلأ في كتير مشاريع مثل مشاريع سمو العايش، في ناس المستحقين ممكن انك انت توصلهم وتوثق انك وصلت لهم بس هني ما بدهم. احد اهم الاسباب انه بيقول لك انا اذا دعمتني بمشروع سبل عايش اعطيتني مثلا 50,000 رحت فتحت مشروع والله فعلت الضرائب وطلع علي ضرائب مثلا نقول 1500 ليره بالشهر وضرائب مثلا نقول باقور ومثلا وقف كرت الهلال، انا عم يجيني من كرت الهلال كل شهر 1200-1500 ليرة، لا ما بدي. انت بتكون حاولت توصل للمستهدفين. اجراءات تنفيذ المشروع بالنسبه لاسئله المتابعه، هل تمت عمليات المشروع الانشطه بالوقت المحدد وفي حدود الميزانيه المرصوده؟ اما من بالتقييم بتقول استطاع المشروع بشكل مثلا مناسب انه يستثمر الوقت اللي انعطى له والميزانيه لحتى ينفذ الانشطه لحتى ينفذ العمليه. طيب نتائج المشروع، نتائج مباشره، هل نجح المشروع في تحقيق الاهداف اللي احنا حطيناها المباشره؟ طيب التقييم، كيف اختلفت النتائج قبل وبعد بهالمنطقه المستهدفه بهالشريحه المستهدفه بهالمنطقه فينا نقول بهالمجموعات المستهدفة؟ فهون الأسئلة الثلاثة، المجالات الثلاثة، التغطية، إجراءات التنفيذ والنتائج. هي مفترض أديكم أنها سلايدات كتير مهمة. طيب بالنسبة للمواضيع متعلقة بالغرض والتكرار والمسؤولية واستخدام البيانات، بالنسبة للغرض، بالنسبة للمتابعة بتتابع المدخلات والأنشطة والتقدم اللي متعلق بتحقيق النتائج والتأثيرات اللي نحن حاطينها من قبل ومخططينها من قبل. أما التقييم فهو بيكون حول القيمة أو الأهمية، أهمية المشروع يا ترى مرحلية ولا مستمرة، وين وصل المشروع مثلاً ب مثلاً بإنجازه، شو هي مثلا المزايا اللي احنا اكتسبناها بعد مثلا المشروع بعد تنفيذ المشروع. التكرار حكينا اكثر مره انه المتابعه عمليه مستمره، التقييم عمليه دوريه يعني حسب مراحل المشروع، ممكن تم على الاقل لمره واحده قبل المشروع بعد المشروع حسب، طبعا ما صحيح ان تكون المره واحده بس هي على الاقل لمره واحده. المسؤوليه المتابعه هي مسؤوليه كل اعضاء الفريق. ليش؟ لانه ان سفينه واحده، اي خرق بالسفينه رح يغرق الفريق بالكامل. شو رايكم بهالمثال؟ بتوافقوني الراي ولا لا؟ المتابعه او المراقبه هي مسؤوليه كل فريق الفرق، أعضاء الفريق، كل الفريق مسؤولين عن ما بس فريق المراقب. طيب التقييم كل الفريق ما بس المراقب والبرامج، كل الفريق. لهيك بيحطوا في ما في ممكن يكون أنت من فريق تاني شايف شيء ما شايفه الفريق المتابعة، ما شايفه فريق البرامج، ببلغ عنه ولا لا؟ لازم يتم طبعا بالتسلسل الاداري، او بيكون في اليه لرصد فينا نقول متابعه. وانا مع ان الشخص اللي بيعطيني اليوم ملاحظه لحتى اطور العمل الفيدباك اليوم بالموارد البشريه، في عندك شيء اسمه اقتراح موظف، انا هذا الموضوع اللي بيعطيني اياه بالتقييم الاداء اللي له بعطاه درجات أعلى. ليش؟ لأنه هذا الشخص مهتم، هذا الشخص عم يسعى لإنجاح المشروع، هذا الشخص عنده تفكير فينا نقول إبداعي، ممكن طريقة التنفيذ اقتراح بطريقة التنفيذ عم يفكر خارج الصندوق، فممكن يوفر علي مبالغ طائلة. طيب
التقييم غالبا ما يقوم اشخاص خارجيين بتولي مهمه قياده الانشطه، على الرغم من ان يجب ان تشتمل على المشاركه بالنسبه لموظفي المشروع، لكن بالنسبه للمسؤوليه في مسؤوليه تقييم داخلي، في مسؤوليه تقييم خارجي. بعد ما انتهينا من الداخلي الافضل يكون في عنا خارج. استخدام البيانات المتابعه قلنا هي وقود البيانات، هي وقود المتابعه او المراقبه. مساعد البيانات بتساعد عميل صنع القرار بالوقت الصح واجراء الاجراءات التصحيحيه على المدى القصير لدعم الاداره التكيفيه. هذا اللي سالتوني عنه، انه نحن بالمتابعه لازم نقوم باجراءات تصحيحيه طبعا، لانه اذا ما قمنا باجراءات تصحيحيه المشروع رح يودي يودا لعدم مطابقه المعايير، اذا ودى لعدم مطابقه المعايير رح يوصل للفشل. برجع بهالموضوع لموضوع الشخصنه، انه الاهداف ما اهداف اعمال، اهداف اهداف شخصيه. فاذا كانت المتابعه لاهداف شخصيه رح يكون في تحيز، اذا كان في تحيز ما رح يكون الاهميه للراتب، انه انا بنهايه الشهر عندي راتب، انا مسؤول عن تقرير، ليش التقرير طلع هيك؟ ما شغلتي، انا عم اقوم بمهمتي، ونجح المشروع ولا ما نجح المشروع بلا اجراءات تصحيحيه وجع راس، لا خليهم هن يشتغلوا، هن مفكرين حالهم اصلا. في للاسف في اشخاص بيفكروا بهالطريقه، تمام، بيشوفوا المشروع رايح للطريق، هو المشروع مرسوم له بهالطريق، فهو بيروح انحرف انحراف بسيط ممكن يودي بنهاية المشروع لخروج عن المسار بشكل كامل. التقييم بيحدد أوجه تصحيح المسار، بيساهم بالتعلم على المستوى البعيد. أهمية مراقبة التقييم يا جماعة حكينا عنها بالجلسة الماضية، انه اذا انت كنت مدير او رح تصبح مدير لاحد الاعمال بغض النظر، اذا كان عندك انت مشروع تجاري ولا مشروع ربحي ولا مشروع استثماري ولا مشروع غير ربحي ولا منظمه غير حكوميه، المراقبه والتقييم رح تساعدك بتخطيط تصميم مشاريع، دراسه امكانيه نجاح المشروع. هون عم نعيد التحقق من مدى تحقق الاهداف، اكتشاف المبكر للأخطاء، وأنك يعطيك تصور جيد عن المستقبل، وأثناء التنفيذ بيعطيك فيدباك آني ولحظي عن المشروع. أيضا تبين للجهات المسؤولة الممولة أو المالك المشروع، لكل المستويات الإدارية وحتى للمجتمع بشكل أوسع، ماذا وكيف يعمل المشروع وكيف أنه مفيد لهم بحقق أهدافهم. أربعة، بتساهم بعملية تعلم الدروس المستفادة، أيضا كسب مزيد من التأييد والحصول على أموال أكثر استمرار الاستثمار من خلال تقديم الدليل القاطع على أنه هالمشروع فعال، هالمشروع بحقق أثر على المستوى البعيد وعلى المستوى القريب، أيضا بتحسين أعمال كل العاملين بالمنظمة من خلال تقديم إيضاحات حول نقاط القوة ونقاط الضعف بالأداء، وكيف ممكن إذا كان في نقاط ضعف كيف ممكن نتلافاها، إذا في نقاط قوة كيف ممكن نحسن. زيادة تحسين ما تمتع به مصداقية وسمعة طيبة من خلال مزيد من المعارف بالحق اللي أنت تشتغل فيه. الله يعطيكم ألف عافية، بعتذر أن اليوم مددنا قليلا لأني أخذنا أكثر من مداخلة بالجلسة، وهذا للفائدة. الله يعطيك الألف عافية. موعدنا إن شاء الله الجلسة القادمة بيكون يوم الأحد القادم بإذن الله. حياكم الله جميعا، وإن شاء الله نلقاكم دائما على كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمان الله.